السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم سفيان المرزوقي من قناة سفيان المرزوقي لمساعدة المهاجرين في إسبانيا. واليوم جيت نهضر على واحد الموضوع اللي كيقيس واحد الشريحة منا احنا المهاجرين، وبسبب هاد الظروف اللي كتعيشها إسبانيا حاليا، وبسبب هاد البؤر الوبائية اللي غادي وكترتفع بطبيعة الحال في مختلف المناطق في إسبانيا. إذا كان كيهمك هاد الموضوع وبغيت تعرف كل التفاصيل، خليك معنا حتى الآخر وغادي تشوف كل شيء بالتفصيل. ورجع معكم الاخوان، وبطبيعه الحال كما عرفتوا اسبانيا مؤخرا كتشهد واحد الارتفاع في البؤر الوبائيه، بالاخص في المناطق اللي هي فلاحيه، مناطق فلاحيه. قبل يعني فاش بدا الوباء في اسبانيا كان كيشمل يعني بواحد الشكل كبير، كان كيشمل المدن الكبيره وشمل يعني دور العجزه بالضبط هي اللي كانت افيكتات في ذاك الوقيته هذيك، بسبب يعني بزاف ديال الامور يعني تصابوا العجزه بيناتهم على حساب انهم كيعيشوا في واحد المحيط واحد وبزاف ديال الامور. دابا حاليا كنشوفوا الخطر كيقرب من المهاجر الغير نظامي بواحد الشكل كبير. هذا الامر هذا يعني ماشي غير انا اللي هضرت عليه، راه بزاف ديال المواقع وبزاف ديال القنوات هنا في اسبانيا هضرت على هذا الامر هذا. المهاجر الغير نظامي بالاخص، المهاجر الغير نظامي كيعاني واحد المعاناه اللي هي كبيره بزاف. خصكم تعرفوا بان ليريدا وويلبا وقاديس وبزاف ديال المناطق اللي هي فلاحيه وفيها العمل الموسمي، العمل الموسمي بالضبط. علاش؟ انا نشرح لكم شنو هو المشكل. المشكل هو هذا المهاجر يعني بصفه عامه، كان نظامي ولا غير نظامي، واني بالاخص المهاجر الغير نظامي لانه هو اللي كيعاني بزاف. ولكن حتى المهاجر النظامي راه منهم الناس اللي كيعانيو، لان غادي ندخلوا في الموضوع وغادي نشرح لكم كل التفاصيل. هذا المهاجر الغير نظامي شنو المشكل اللي كيعاني منه، ولا النظام بصفه عامه، المهاجر بصفه عامه. هاد المواسم هادو كيمشيو يشتغلوا في بزاف ديال المدن، يعني بحكم انهم كيشتغلوا في فلاحه، الفلاحه ماشي مستقره في واحد المنطقه فقط. فالفلاحه هاد الموسم تاع الفريزه راك في ويلبا، الموسم ديال الثومه راك في الباسيتي، الموسم ديال الزيتون راك في خاين، الموسم ديال كل موسم شنو فلاحي وشنو فيه الفواكه راك ما عرفت كيسميتهم داك الفواكه، انتوما اللي غادي تعرفوهم اكثر الناس اللي كيشتغلوا في الفلاحه في المنطقه ديال ليريدا. بزاف ديال الامور يعني في اراغون، بزاف ديال المناطق يعني كيمشيو كيتنقلوا بحثا عن لقمه العيش. فشنو كيوقع؟ هاد المهاجرين الغير نظاميين ما عندهمش الحق يعني يكريو المنازل، ما عندهمش الحق في يعني في اقل الواجبات اللي هي مثلا الضمان الاجتماعي، بزاف ديال الامور. واسبانيا عارفه وعارفه جدا ان هذا المهاجر هذا كيشتغل في الحقول، وغض النظر على هذا الامر هذا. المشكل دابا هو هذه البؤر هذه غادي وكتنتشر، ما كاينش اقل يعني اقل يعني شروط الوقايه في ذاك المناطق اللي كيعيشوا فيها هاد المهاجرين. باش نكونوا واضحين الاخوان، هاد المهاجرين كيعيشوا في تشابولاس، كيعيشوا يعني كاين اللي كيدي الخيمه معاه. هاد المناظر انا شفتهم ويعني شفتهم يعني بعيني في الانترنت، ومشيت حتى المناطق ديال الفلاحه، كاين اللي كياخذ معاه الخيمه وكيمشي كينصبها كينعس فيها، وكيتلقى الخيمه ناعسين فيها ثلاثه اربعه، كاين اللي كيمشي يعيش في التشابولا، كاين اللي كيمشيو يكريو الاسره، كيمشيو كيكريو يعني النوامس كينعسوا عليهم. بزاف ديال الامور يعني اللي يعني كتخنق الوضع بصفه عامه. وهاد الامور هذه هاد شروط السلامه ما كايناش، غير متواجده. والا بغاو هاد الناس هادو يكون عندهم شروط السلامه، خص الدوله تحط نقاط على الحروف مع هاد الناس هادو بالضبط، لان هي محتاجه لهاد الناس هادو. لان حنا عارفين بان نقدروا نقولوا 99.99% من الناس اللي كتخدم في هاد المناطق هذه هي يعني مهاجرين بصفه عامه، بالاخص المهاجر العربي، مهاجر المنحدر من شمال افريقيا. نجيو نهضروا يعني بواقعيه، انا مشيت لويلبا مؤخرا، يعني نقدر نقول لكم الاسبان ما كاينينش الاسبان، كاين هي المغاربه تقريبا، كاين هي المغاربه والعرب بصفه عامه. فلهذا كنقول لكم هذه النقطه هذه هي مهمه جدا، خص الدوله تركز عليها. بطبيعه الحال حنا عارفين بان الاحزاب الاشتراكيه ولا الاحزاب اليساريه بصفه عامه كتعاون وكتضامن مع المهاجر الغير نظامي في هذه الوقيته هذه، وهي من بين يعني لان ما يمكنش المهاجر الغير نظامي راسو غيهز ملف وغيديه للبرلمان ولا غيديه يعني للحكومه ويقول لهم وافقوا لي عليه، ما يمكنش، خاص ضروري واحد الهيئات اللي تدافع عليه. فكنشوفوا بان بزاف ديال الاحزاب الاشتراكيه مشكوره يعني هزت هذا المشعل هذا ومشات به للبرلمان وكتحرك الملف، كيتحرك الملف للتذكير. كاينه واحد المظاهره نهار 19 يوليوز ان شاء الله باذن الله، بالنسبه للناس اللي عايشين في مدريد غادي تكون في المنطقه ديال سيبيليس، راني خليت
في المنتدى يعني اللي بغى يشارك فيها مظاهرة بالرخصة ديالها بمسائل ديالها، اللي بغى يشارك يجي مرحبا به، غير يكون داك الشيء منظم بطبيعة الحال وما تكونش الفوضى. هذه هي أهم حاجة، لأن إلا بنيتوا واحد الأمر على الفوضى ما غتديو حتى شي حاجة، باش تكونوا متفاهمين. بالنسبة لهاد الوقفات الاحتجاجية اللي كتنظم هي مزيانة بزاف. علاش؟ لأن إلا ما تنظمتش الوقفات الاحتجاجية ما غيوصلش الصوت للحكومة، يعني اساس الصوت باش يوصل خص الوقفات هذه تنظم، وخص هاد الناس هادو يتشاف من الوضعيه ديالهم، لان صعيبه بزاف الاخوان. هاد الناس هادو كينعسوا يعني في واحد الظروف غير ملائمه، كاين الصهدابه، كاين بزاف ديال الامور، كيمشيو يعيشوا يعني يخدموا. ومن غير هاد الشيء هذا غنهضروا حتى على المهاجر النظامي اللي كتطبق عليه العنصريه بواحد الشكل كبير فيما يخص السكن. السكن يعني الكراء ما كيبغيوش يكريو للناس حتى النظاميين، يعني هنا كنهضروا على الغير نظامي ديجا ما عندوش الاوراق وما غيكري له حد، وغنهضروا حتى على النظامي اللي كيتحرك حتى هو في الحقول ولا عايش نفس الحاله ديال المهاجر الغير نظامي. فاذا كانوا غيعطيونا الاوراق وغادي يخليونا عايشين في ذاك الحاله هذيك، ما بغيناش. حنا بغينا حياه كريمه، يعني كيف ما يعني اذا كانوا هاد الناس هادو ما باغيينش يكريو لنا، الدوله تشوف شي حل، تشوف شي حل يعني لهاد الناس هادو باش تدخل تضمن لهم السكن الكريم. هذا الشيء اللي كاين باش يكون عند الانسان العيش الكريم، يكون عنده الدوش، يكون عنده البيس ديالو، يكون عنده المسائل ديالو فين يعيش، فين يخبي حويجاته. على الاقل يعني دير الدوله واحد 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 الخطوه انها تساعد في ان تضمن لهم واحد السكن يعني اجتماعي. كاين بزاف ديال الناس اللي عندها منازل ومنازل شاغره، يعني ما معمراش خاويه، وكيجي تقدم ليه واحد الانسان اللي هو يعني ذو اصول يعني اجنبيه ولا ماشي من اسبانيا بصفه عامه، وكيطلب يعني عليه ذاك الايجار ديال المنزل، فكيرفضوا. علاش كيرفضوا؟ هنا خص الدوله تدخل باش تشوف هذا الامر هذا. هاد الناس هادو جاو لهنا يخدموا، يعني خص توفر لهم السكن، خص توفر لهم ظروف ديال العمل المناسبه، خص توفر بزاف ديال الامور. الدوله محتاجاهم، لان الاسبان ما غاديش يغطيو على الحقول ديال اسبانيا كامله، ما غاديش يغطيو عليها كون ما كانوش العاملات ولا العمال الموسميين اللي كيجيو من باقي المناطق. كون ما كانوش هذوك العمال هذوك، ما كانش غادي تجنى الفواكه وما كانش غيطرى هذا الشيء كامل. دابا حاليا كما كتشوفوا فاش تشدوا الحدود، لقاو الخير في هاد الناس هادو، هاد المهاجرين الغير نظاميين، مشاو عاونوا، خدموا، داروا، ضربوا تماره، غامروا بحياتهم. كاين الوباء، كاين بزاف ديال الخطر عليهم، كانوا حاضرين. فهنايا الدوله خصها تشوف من هاد الناس هادو. كاين بزاف ديال الامور اللي يعني في القانون الدولي، يعني ماشي غير القانون الاسباني، القانون الدولي، ان واحد الانسان كيشتغل في واحد الدوله فايت واحد المده معينه وهو كيشتغل فيها خصو بطاقه الاقامه. سالينا، خلينا من الناس اللي كتجي باش تشفر وباش تجريسي وباش دير بهادي، حنا كنهضروا على الناس اللي كتجي كتعرق، الناس اللي كتجي كتضرب تماره. هاد الناس هادو يعني كيخدموا، وبطبيعه الحال مادام داك المشغل هذاك فتح ليه الباب نتاع الفينكا ديالو، ولا فتح ليه الباب ديال البندر ديالو، ولا فتح ليه الباب ديال المعمل ديالو باش يدخل يشتغل فيه، الا وراه طرأ عليه واحد الاستغلال. لان هاد الناس هادي ما كتمتع بيوم عطل، ما كتمتع بيوم الراحه، ما كتمتع حتى بشي حاجه. هاد الناس هادي كتشتغل فقط في اليوم ديالها اللي كتربح فقط اليوم اللي كتشتغلو، وباقل الاثمنه، باقل الاثمنه. هاد الناس هادو جالسين كيديروا الفلوس على ظهر هاد الناس هادي اللي كتجي تشتغل، يعني بطبيعه الحال كتهرب من وضعيه مزريه وكطيح في وضعيه اكفس. هاد الشيء اللي بغينا نقوله، يعني كتهرب من الفقر وكتجي كتلقى واحد الوضعيه اللي هي صعيبه وبزاف، صعيبه وبزاف. فلهذا المظاهره ديال 19 في الشهر ان شاء الله باذن الله نبغيوها تكون يعني ان شاء الله منظمه وفي احسن الظروف ان شاء الله باذن الله، باش يقدر المهاجر يعني يوصل الصوت ديالو للحكومه. هذه هي اهم حاجه، تعرف الحكومه ان كاين واحد المهاجر وكيعاني وكاين واحد الملف. لان كون ماشي هاد الامور هذه وهاد الجمعيات اللي ناس كتهضر وهاد الاحزاب اللي ناس كتهضر، الحكومه ما راهاش هنايا وما غتعرفش كاع واش كاين شي مهاجر كيخدم وكيتكرفس وما لاقيش فين ينعس في المناطق الفلاحيه اللي كاينه في الجنوب ديال اسبانيا وفي باقي المناطق، ماشي حتى في الجنوب، حتى في الشمال الشرقي وبزاف ديال المناطق اللي كاينه في اسبانيا اللي فيها المهاجر الغير نظامي، ما لاقيش باش يتغطى في ذاك المناطق هذيك، وكيطبق عليه اكثر يعني التعسفات من طرف ذاك المشغلين ديالو. هذا هو الامر اللي بغيت نوصل لكم الاخوان، ونتمنى ان شاء الله الاخوان كاملين يكونوا يد وحده ويوصلوا الصوص ديالهم يعني بواحد الطريقه حضاريه، بواحد الطريقه يعني ذكيه وحضاريه، باش يقدروا تكون شي حاجه ان شاء الله باذن الله. لان هذه الوضعيه اللي راه فيها الدوله حاليا بالنسبه للمناطق اللي
يعني ديال الفلاحيه بحال ويلبا بحال ليريدا بحال هاد المناطق هذه هي ديجا فيها بؤر، وداك البؤر يعني قادره تعدي دوك الناس هذوك، يعني هما متعرضين انهم يتعرضوا للهشاشه، ما عندهم حق في الطب، ما عندهم حق في الدواء، ما عندهم حق في الضمان الاجتماعي، ما عندهم حق حتى في شي حاجه. فعلى الاقل تشوف الدوله من حال هاد الناس هادو ودير واحد السويه تكون عادله، بالنسبه على الاقل تكون واحد الحاله استثنائيه بسبب هذا الوباء هذا. وكما شفتوا باقي الدول الاوروبيه كامله تعاملات مع المهاجرين ديالها، الا اسبانيا باقى في سبات عميق. ونتمنى ان شاء الله باذن الله يوصل الصوت ويعني وتحقق هذه المطالب العادله والمشروعه بطبيعه الحال. كان معكم سفيان المرزوقي من قناه سفيان المرزوقي مساعد المهاجرين في اسبانيا، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر وموضوع اخر، وتكونوا في احسن الاحوال. السلام عليكم.